السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الأعزاء، يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي أتم الصحة والعافية، ويومكم سعيد وحلو ومليان بالحب والتفاؤل والتسامح. اليوم حنديروا مع بعضنا وصفة العصيدة. وصفة العصيدة معروفة في أغلبية المناسبات، بس في ناس واجد ما تعرفش تطبقها أو تكلكع منها أو تخرب منها، فاليوم جبت لكم مقدار بسيط تقدروا تجربوه، ولو حبيتوا إنكم تضاعفوا المقدار ما فيش أي مشكلة. المقدار البسيط اللي عندي اللي هو كوباية مية على حسب الكوب اللي عندكم. هنضيفوا كوباية المية في الكبة، وعندنا هنا كوباية دقيق. الكوباية اللي نكيلوا بيها المية نفسها كيلت بيها الدقيق، يعني هنضيفوا الدقيق. هنحطه رشة ملح، ما نكتروش الملح، شوية على راس المعلقة الصغيرة، ونخلطوا المقادير هذه كلها مع بعضها. هيك نكون انتهينا من خلط المقدار الكوباية الدقيق وكوباية المية مع بعضها. تو حنوريكم كيف نديرها على البوتاجاز او الغاز، كيف ما نقوله. عندنا طبعا هنا الطنجرة او الحلة كيف ما نقوله، حنضيفه شوية زيت، يعني ما يعادل معلقتين زيت، وحنضيفه الخليط بتاعنا، وبعدين حنقعدوا نقلبه. لازم نقلبه بمعلقة خشبية، نقدر نقلبه لعند ما تتكون تتشكل معانا العجينة. النار تقعد وسط، ما تقعدش عالية واجد. هذا بيكون شكلها. طبعا نقدر نعجنه فيها في الجانب هكي متاع الطنجرة لعند ما تتشكل معانا كيف ما انتم شايفين. معلش انا ماسكة التليفون مش متحكمة يعني بيدي عشان نوريكم، بس المهم ان نقدر نكوروا فيها هكي عندما تتكور معانا عجينة كيف ما انتم شايفين. نخلوها شوية عندما يختفي يعني المية والدقيق، ونوطوا عليها الغاز عندما تطيب، وطبعا حنوريكم كيف نشكلوها. وهذا بيكون شكلها. طبعا طبعا حنشكلها ونوريكم كيف. اهم حاجة حطيت صحن او صينية او طبق كيف ما هو كيف ما نسموه، حطيت فيه شوية مية عشان العصيدة ساخنة، اني ندير يدي هكي يعني عند التشكيل ونشكلها. هنشكلها دائرة في انتهينا من تشكيل العصيدة، وهذا بيكون شكلها. انا حاولت على قد ما نقدر، مش شاطرة بصراحة في التشكيل واجد، درتها دائرة طبعا حفرة في النص او فتحة صغيرة، ولو مش حابين تديروا حفرة في النص ممكن تحطوا طبق صغير عشان نحطوا فيه العسل. عندنا هنا السمن، لو مش متوفر سمن ممكن زبدة، مفيش اي مشاكل. وبعدين حنحطوا العسل، هذا عسل اسود، لو ما فيش عسل اسود اللي هو الرب لو تعرفوه، الرب متاع التمر، هنضيفوه هنا في النص. وبهكي نكونوا انتهينا من تحضير طبق العصيدة، وهذا شكله ان شاء الله يكون واضح في الصورة. وحنكتب لكم الوصف، الطريقة قصدي، معلش اسفة، في صندوق الوصف تجربوه. هذا مقدار طبعا بسيط، لو حابين تزودوا كيف ما قلت لكم المقدار، كوبايتين مية كوبايتين دقيق، لو تلاتة مية تلاتة دقيق، والكوباية تكون نفس اللي تكيلوا بها المية نفسها تكيلوا بها الدقيق. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وتعليقاتكم الحلوات، ودمتم في رعاية الله وحفظه حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.